المزمور بيقول طيب هو الرب للذين يترجونه. الطيبة عبارة عن مزيج من المحبة والوداعة واللطف. الشخص الطيب يكون محب ووديع ولطيف. ربنا فيه الصفات دي كلها، وهذه الطيبة اللي في الله هي جزء من طبيعته. الله الطيب لم يرد أن يرهبنا بلاهوته، وإنما تنازل لينا في حنان في عطف. استطعنا نتكلم معاه ونتفاهم معاه ونتناقش معاه كأب. ومن وداعته ظهر للناس وتكلم معاهم. يعني في ناس لما بيكبروا الواحد ما يعرفش يتكلم معاهم، لكن ربنا من وداعته وطيبته كان يتكلم مع التراب والرماد، مع هذا الإنسان، ويتحدث مع خليقته. وفي طيبته أزال بينه وبينهم حاجز الخوف، أزال حاجز الخوف. زي ما القديس الأنبا أنطونيوس مرة قال لتلاميذه: يا أولادي أنا لا أخاف الله. فقالوا له: هذا الكلام صعب يا أبانا. فقال لهم: ذلك لأنني أحب، والمحبة تطرح الخوف إلى خارج. حكاية المحبة تطرح الخوف إلى خارج موجودة في يوحنا الأولى الصحة 4. أصبحنا نحب الله ونكلمه بلا عائق، مع أننا تراب ورماد، ودي من طيبة ربنا. نتكلم عن طيبة ربنا في عطائه. ربنا طيب جدا في العطاء. كخالق لم يرد أن يكون وحده في الكون. طبعا مرت عهود لا تحصى ما بين الأزل والخليقة، وكان الله وحده، ولكن لم يشأ أن يكون وحده، ومن طيبته خلق الإنسان وخلق باقي الخليقة. ومن طيبة ربنا لما خلق الإنسان مهد له كل شيء قبل خلقه، وضب له الأرض، وضب له المية، وضب له الأهوية، ووضب له الليل والنهار، ووضب له النبات والحيوان، ووضب له الطعام والسكن، ووضب كل حاجة. لذلك من طيبة ربنا في حنوه على الإنسان إنه خلقه في اليوم السادس بعد أن دبر له كل شيء. بل هذا الأمر أيضا حتى من طيبة ربنا عمله مع الحيوان. فقبل أن يخلق الحيوان دبر له المكان، ودبر له العشب الذي يأكله، ودبر له الماء الذي يشربه. ربنا طيب، يحب أن الخليقة بتاعته تكون خليقة مستريحة. حتى الطبيعة نفسها من طيبة ربنا أنه أعطى الطبيعة مسحة من جمال. الجبال والبحيرات والعشب الأخضر والأشجار والطيور، مناظر طبيعية في منتهى الجمال. ما أجمل ما نقوله في القداس الغريغوري: لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. الله الطيب حينما يعطي، يعطي بسخاء ولا يعير، ويعطي للكل
يعني ما يسيبش حد ما يدلوش. أعطانا الوجود، أعطانا صورته ومثاله، أعطانا البركة والسلطان. لما خلق آدم وحواء قال لهم تسلطوا على جميع حيوانات البرية وطير السماء وسمك البحر، أعطاهم السلطان. وكرر هذا الأمر لنوح. عجيب ان ربنا لما خلق آدم وحواء وهم اتنين نفرين اتنين خلقهم في جنة، جنة مليانة بكل شيء. يعني هما لوحديهم الاتنين ما كانوش محتاجين لكل هذا، لكن أعطاهم كل هذا وأعطاهم السلطان. بنقول أخضعت كل شيء تحت قدميه. وربنا أعطى الإنسان المواهب. والعجيب في طيبة ربنا إنه أعطى الإنسان مواهب ممكن يستخدمها ضده، ممكن يستخدمها ضده، لكن مع ذلك أعطاها له. أعطى الإنسان العقل اللي ممكن ينحرف ويقول لا يوجد إله، واللي ينحرف ويقع في هرطقات وبدع. وأعطى الإنسان الجمال اللي ممكن يستخدمه في الخطية، وأعطى له القوة اللي ممكن يستخدمها في التسلط والتسيطر والعنف، وأعطاه المال اللي ممكن يضيع به نفسه، وأعطاه مواهب كثيرة. لكن ربنا طيب، يقول أنا هديله كل حاجة حتى لو استخدمها ضدي ما يهمش، المهم إن أنا عايز الإنسان يكون في أحسن صورة. دي من طيبة ربنا. أعطى الإنسان أن يكون هيكلا لروحه القدوس. دي حاجة مش سهلة، تدل على أن ربنا طيب جدا. يعني ممكن الله نور لا يدنى منه، وممكن إحنا نرتهب من ربنا ونخاف، لكن هو قال لا، من طيبته قال أنا أسكن جواكم، أسكن جواكم وتبقوا أنتوا هياكل لروح الله القدوس. أعطانا من طيبته أن نتناول من جسده ودمه. من طيبته أيضا قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. دعانا أبناء له، والسيد المسيح دعانا أخوة له، ولم يستحي أن يكون بكرا وسط أخوة كثيرين. وقال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. بل الفقراء سماهم أخوة لي، وقال مهما فعلتم بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. إزاي تحصل دي؟ كل دي لأن ربنا طيب. البشر اللي ما عندهمش الطيبة دي بيتغطرسوا بيتكبروا بينتفخوا بيظنوا أنهم شيء، لكن ربنا طيب، يدعونا أخوة له. بل اعتبرنا كشخصه، قال مهما فعلتم بأحد هؤلاء فبي قد فعلتم. ومن طيبته اتخذ له وكلاء من بني البشر، وقال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على بيده ليعطيهم طعامهم في حين. بقى له وكلاء. ومن طيبته دعانا سفراء ليه، نسعى كسفراء للمسيح، نقول اصطلحوا مع الله. وقال على موسى هو وكيل على كل بيتي، وكلموا وجها لوجه. من طيبة ربنا ان الشريعة بتاعته نسبها لموسى النبي وسمها شريعة موسى، بينما هي شريعة الله
لكن ربنا بينسبها لأولاده. بل الأسفار المقدسة برضو نسبها لأولاده رجال ونساء. تقول سفر أرميا وسفر رعوس، تقول سفر يونان وسفر إستير، يعني بينما هي كلام ربنا، لكن ما فيش عنده مانع من الطيبة بتاعته أن ينسبها لناس. من أجمل الأشياء في طيبة ربنا الملابس التي أعدها لهارون رئيس الكهنة، وقال ملابس للمجد والبهاء. يا رب ده أنت وحدك اللي ليك المجد، لا أنا عايز أولادي يكون لهم مجد برضه. ويجي المسيح في يوحنا 17 يقول للآب: المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. رب ده أنت طيب أوي اللي تقول كده. لا ده أنا هقول أكتر من كده. تقول إيه؟ أقول من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. واحد يجلس معك في عرشك؟ ده كلام صعب، لكن ربنا طيب. طيب يعطي أولاده بكرم كبير. يقول ليس بكيل يعطي الروح، مش بكيل كده، أفتح لكم قوة السماء تاخدوا حتى لغاية لما تقولوا كفانا كفانا. ربنا من طيبته أوجد خير في الأرض في كلها، خير من فوق الأرض وخير في باطن الأرض وخير من فوق الأرض وخير في البحر وخير في أعماق كبيرة وخير في معادن في الجبال وأشياء عجيبة جدا، وأحجار كريمة موجودة في أماكن كثيرة. بل أعطى، يعني أعطى الزنابق، زنابق الحق، جمالا وملبسا. لم يكن سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منه. لما تشوفوا الفراشات العجيبة وجمالها تقول إيه يا رب الجمال ده اللي بتديه لخليقتك؟ هو ربنا الطيب، ربنا طيب، عايز يدي الفراشة جمال، عايز يدي الزنبق جمال، عايز يدي الطير لحن موسيقي عجيب الناس يتغنوا بيه ويفرحوا، عايز يدي الوردة رائحة طيبة الناس يستنشقوها وينبسطوا. ربنا بيعطي لأنه طيب.